بروفيسور مرحبا بك معنا في الصحة. إذا اليوم رانا متواجدين معكم هنا في هذا المؤتمر وحضرنا مقبل الكومينيكاسيون اللي قدمتها. ماذا بينا لو كانت تعطينا أكثر يعني توضيحات عليها وعلى الأدوية اللي تستعملوها في خاصة في هذا النوع من الأمراض يعني هذا سو تيب دو باثولوجي. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تعرفوا هذا الدواء هذا اللي كنا تكلمنا عليه في المحاضرة تاعنا هو يخص كل الأمراض اللي تتعلق بالأمراض القصبات الهوائية، معناتها أي مرض يكون يؤدي إلى تقلص القصبات الهوائية، معناتها يكون برونكوسبازم يعني القصبات الهوائية يتقلصوا، معناتها يصغر الدياماتر تاعهم باش يجوز الهواء، هذوك الأوعية القصبات الهوائية كي يتقلصوا يولي الهواء ما يجوزش مليح، وبالتالي يتسبب في أنه الإنسان يكون عنده ضيق في التنفس ما يقدرش يتنفس. إذن لازمنا أدوية اللي تحل هذيك القصبة وترجعها عريضة، وبالتالي الهواء يكون يمشي فيها بكل سهولة. ما هي الأمراض هذه اللي يحدث فيها تقلص الهواء للقصبات الهوائية؟ عندنا على رأسهم الربو، لأنه أكثر الأمراض المنتشرة في قصبة الهواء هو الربو. الربو واش تعريف تاعه؟ هو تقلص القصبات الهوائية لمدة معينة، بحيث أن المدة هذيك راح ينقص فيها لو ديبي ريسبيراتوار، معناتها يولي الهواء ما يدخلش مليح، ولكن يرجع القصبات الهوائية سواء بالأدوية أو بالغير أدوية ترجع القصبات الهوائية عند لازماتيك، ترجع القصبات الهوائية يعني الدياماتر تاعها العادي. كاين مرض اخر يسميوه التقلص المزمن للقصبات الهوائيه، يسميوه فرونسي لا برونكوبنيوموباتي كرونيك اوبستركتيف لا بي بي سي او، هو كيما لازم تقلص القصبات الهوائيه، القصبات الهوائيه ينقصوا، ولكن بارابور لازم سي اون اون دي اون ليميتاسيون نون ريفيرسيبل، معناتها في لازم لي ريفيرسيبل لازماتيك يتقلصوا القصبات الهوائيه ويعاودوا يولوا الحالة العادية، لكن في البي بي سي يو القصبات الهوائية يتخلصوا لكن ما يعاودوش يولوا الحالة تاعهم. وهذا نعرفوا المتسبب الأكبر في هذا البي بي سي يو هو لو تابا، التدخين هو اللي يؤدي مع الوقت إلى أنه القصبات الهوائية يصير فيهم انفلاماسيون يعني التهاب، ومع الوقت الالتهاب هذاك يدي إلى تقلص القصبات الهوائية، وبالتالي العلاج اللي لازم لهذه القصبات الهوائيه كي يتقلصوا هو دي برونكو ديلاتاتور. دونك لا بي بي سي اللي ديفيني بار اون ليميتاسيون دي ديبي نون ريفيرسيبل، دونك لي ديبي كي نون ريفيرسيبل، اي دون سو كا il nous faut des bronchodilatateurs pour juguler le ce problème. Justement, est-ce que هاد الادويه متوفره؟ Est-ce que ce type de médicaments les bronchodilatateurs sont disponible et fabriqué aussi Depuis des années, de maintenant deux ou trois décennies, on dispose de bronchodilatateurs, mais avec le temps, il y a de plus en plus des découvertes où il y a des bronchodilatateurs de bonne qualité, des bronchodilatateurs de durée d'action plus importante, plus longue. Nous, on veut faire un malade. On veut faire un malade. لو نومبر دو بريز، باسكو ان مالاد كي تمدلو ياخذ الدواء خطره وحده خير من تقول له خذ زوج ثلاث خطرات، لانك تعييه دي فوا ينسى دي فوا، لكن كي تكون اون سول بريز اصبح ياخذها وينسى المرض تاعو. وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه، لانه تكلمنا على لو تيوتروبيوم هذا كي تا ميديكامون برونكو ديلاتاتور يحل القصبات الهوائيه، والكرون افونتاج تاعو سي كو سي ان ميديكامون qui est de longue durée d'action, l'action dure plus de 24 heures, et donc une seule fois par jour. On a parlé de nombreuses études autour de ce tiotropium, qui est maintenant, alhamdulillah, il est fabriqué en Algérie. Donc la technologie l'a importé, mais l'essentiel maintenant, il est fabriqué en Algérie. L'avantage de ces médicaments, c'est qu'il est efficace. On a prouvé qu'il est efficace. Il réduit le nombre d'exacerbations, c'est-à-dire les cas où le malade est hospitalisé, il n'a pas.
اميليور لا كاليتي دو في المريض يولي يقدر يمشي يقدر يعيش حياته لو بلو نورمالمون بوسيبل سون زافوار لا ديسبلي هذيك اللي تنقص من لا كاليتي دو في اي اونكور الى اميليور لا كاليتي الى اميليور لا فونكسيون ريسبيراتوار. حنا قلنا باللي لا برونكوبنيوباتي كرونيك سي اون ليميتاسيون دي ديبي معناتها كاين واحد لو بارامتر نسميوه لو في ام اس سي سي لو فوليوم اكسبيراتوار بار سكوند يعني الانسان شحال يقدر يخرج من الهواء في لا سكوند هذاك سي ان بارامتر اون لوتيليز بور بور ايفالوي لا فونكسيون ريسبيراتوار اون كا دو بي بي سي او لا لو في ام اس اي ديمينوي دي فوا اي لي تري با موان 50% دو لا نورمال موان 30% دي فوا موان 40% اي دونك لوتيليزاسيون دو تيوتروبيوم améliore ce paramètre qui est important dans la pathologie. Donc, toutes les études qu'on a citées ont eu ces résultats. Il améliore le VMS, c'est-à-dire la fonction respiratoire va s'améliorer. Il réduit le nombre d'hospitalisations parce qu'il réduit le nombre d'exacerbations. Et pour les malades qui sont modérés à sévères et qui vont faire, quel que soit le traitement qu'on va les donner, ils vont faire des exacerbations. Ce traitement, le rôle TAO dans ce cas, il augmente ou là il prolonge la durée entre deux exacerbations. Et on a cité un médicament qui est concurrent aussi, mais qui est une autre famille de médicaments. Ce médicament prolonge entre deux exacerbations pratiquement 190 jours. Le tiotropium, entre deux exacerbations, il dépasse les 145 jours. C'est-à-dire plutôt l'inverse. C'est-à-dire avec le tiotropium, on aura plus de durée chez les patients qui sont très sévères, qui vont faire des exacerbations. On aura une durée assez longue pour que le malade fasse une exacerbation. Donc tout ça, c'est les avantages de ce médicament. Et on se réjouit maintenant que ce médicament va être produit en Algérie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur.